بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مع الامين. النهارده حلقتنا كلها تفاؤل وامل، هنتكلم فيها عن اثار خلطه النجاح. لو عايز تنجح في حياتك ولو عايز تتغلب على اي صعوبات، النهارده هنرسم ليك الطريق عشان تمشي عليه وتحقق كل احلامك وتبقى اسعد انسان في الكون. النهارده هنعرف كل اثار الوصول للنجاح من خلال ضيف حلقتنا النهارده الدكتور خالد الاتربي، المخرج الكبير للفضائيه المصريه ومحاضر ومدرب الاخراج والاداء التلفزيوني. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا منور برنامج مع الامين. انت اللي منور الدنيا كلها. حبيبي يا دكتور، حبيبي يا دكتور. في البدايه عايز اعرف يا دكتور كده بالنسبه لاثار الوصول، ممكن تقول لي خالد مش يا دكتور؟ حبيبي يا دكتور، حبيبي خالد بيه. الاثار الوصول للنجاح في الحياه العمليه او الحياه الاجتماعيه. طب هقول لك على حاجه، هو مش اسرار، هو سر واحد بس. تمام. ربنا. انك تكون مع ربنا. تمام. تكون مع ربنا كل حاجه بتمشي لك. تتقي الله يجعل لك مخرجا. دي اول حاجه في الحياه. هنتكلم بقى على الحاجات الحياتيه. تمام. الحاجات الحياتيه ازاي تنجح، هي خلطه بسيطه جدا. شوف انت بتحب ايه واعمله. اللي بتحبه وبتعمله هتخلص ليه وهتبتدي تدور على كل حاجه بتاعته. تمام. لو حبيت انت مثلا بتحب انك تبقى مذيع. تمام. فبتدور تتفرج على مذيعين، على نشرات، على طريقة أداء جديدة، على برامج، على أفكار برامج. فبتبتدي توجهاتك كلها تبقى كده، تبتدي تقرأ على التوجه ده. مثال ده شوفه في حياة أي حد، هو بيحب إيه. أنا مثلا كنت من وأنا صغير جدا بحب إن أنا أبقى في مجال الإعلامي، من وأنا ممكن في ابتدائي أو إعدادي عايز أبقى صحفي، مش يعني بس دخلت مجال التلفزيون. عايز اعرف كل حاجه، عايز ابقى كنت عندي فضول غير طبيعي ان يبقى عندي معلومات كتير، فاصريت على ده. وده شيء جميل يا دكتور، يعني اللي انت حركت تبحث على الحاجه دي جوه من وانت هقول لك على حاجه. السر ده يمكن اللي هو مين بيشجعك على ده. العيله او الاسره او المدرسه لازم بقى لها دور. تمام. من واحنا في المدرسه في كانت مدرسه عندنا ربنا يديها الصحة يا رب، اسمها مصفاف طلبة. هي كانت بتيجي تحكي لنا كل ما تخرج يوم الجمعة مع أسرتها عن أفلام في اللي شافتها والتفاصيل بتاعته، حكي يعني. ده الكلام ده احنا في ابتدائي. أحب أقول لك إن 8 من الفصل في 28 دخلوا معهد سينما بسببها. بسم الله ما شاء الله. لأن هي عملت لنا شغف. أيوه. بالمجال ده. الثمانية أصدقاء دول دخلنا إحنا الثمانية في مجالات كتير، في مجالات مختلفة، منهم دلوقتي ما شاء الله بقوا رؤساء قنوات كبيرة ومخرجين كبار ومديرين تصوير. وأنا في مجالي بنحب حببتنا في ده. ويا ترى دكتور في حاليا دلوقتي في التدريس في حد بنفس القيمة دي حاليا دلوقتي؟ هقول لك على حاجة، في مدارس مش مدرسين، في سيستم تعليم معين في بعض المدارس بيدوا للطالب حريه ان هو يفكر، ان هو يبدع. انما هي المساله مش هو اكتشف ازاي ده او حب ده. طب ما ال 20 راحوا فين؟ ال 20 تانيين في رجال اعمال كبار جدا باسماء معروفه، بس ما حب يعني اللي احنا حببتنا في حاجه. التشجيع بقى جاي من الاسره، ان والدتي مثلا كانت في معرض الكتاب بتاخدني نقي الكتب اللي انت عايزها، شوف انت عايز تقرا ايه، بتفتح مجالات قدامك تقرا وتشوف في الدنيا عامله ازاي. ما كانش طبعا في نت ولا الكلام ده واحنا صغيرين، فانت مضطر تنزل تشتري كتب تقراها او تعرف معلومات من حد. المجال نطاق البيت بتاعي كان منطقه كلها ناس من الصحافه، صحفيين كبار جدا واسماء، انا ساكن في صحفيين، فالمنطقه كلها صحفيين. فالجيراننا اللي بقعد معاهم بيتكلموا عن صحافه وعن معلومات بيجيبوها ومصادر فمن وانت صغير شايف ان الدنيا كلها قدامك، هو ده المجال اللي انت لازم تمشي فيه، مش مزاجك. انت حابب ده، غير ان في ناس من اهلك من العيله اوريدي في المجال الاعلامي. فشويه بشويه بقى انا حبيت. طبعا عندي ثلاث اخوات ما حبوش الكلام ده ليه؟ ما لهمش فيه. واحد قبطان بحري والثانيه خاصه نظم معلومات، والثالثه سيده منزل بس خريجه اداب فلسفه. ده مش توجههم. ايوه. انت حبيته، ابتديت بقى امشي في التوجه ده. لما جيت دخلت معهد سينما حبيت المجال اكتر. كان في عندنا عميل الله يرحمه دكتور شوقي علي محمد، كان بيحببك في المكان،
بيحببك في الدراسه. الدكاتره اللي معاك ما بيقولكش ما يعني ما فيش دكتور يقول لك قول لي يا دكتور زي ما انا بقول لحضرتك ما تقوليش قول لي خالد. يوسف شاهين لما كانوا يقول لي يا دكتور او يا استاذ يوسف انا اسمي جو او يوسف ما حدش يقول لي يا دكتور. قعدت 3 سنين دربنا على الاخراج. يعني ايه اخراج؟ يعني ايه حاجه؟ اتفضل. ده النظام متبع يا دكتور في الاجانب يعني بالنسبه ليهم هم كده معهد سينما كده. هو ده معهد سينما. مفيش القاب بالنسبه ليهم. لا مش القاب. مساله ان انا يعني هقول لحضرتك الحاجه. انا بتعامل مع الطلبه بتوعي كده في الجامعه. انا مش جاي اعلمك، جاي اتعلم منكم. احنا بنتبادل معلومات، بنتبادل ثقافات. انا باخد من حضرتك ثقافتك وانا بديك اللي انا عارفه. انا بس سبقتك شويه في المكان. في المجال ده فبديك الخبره بتاعت الشغل، انما باخد منك انت معلومات اكتر من اللي انا عارفها. لانك الشباب زي حضرتك افكارهم وطموحاتهم والمنتاليتي بتاعهم مختلف عن الجيل بتاعنا، فبيدونا الطاقه ان احنا نكمل. تمام. وحضرتك في جامعه الاهرام الكنديه يا دكتور؟ انا في جامعه الاهرام الكنديه وجامعه انا اول ما ابتديت كنت في جامعه 6 اكتوبر. تمام. وجامعه القاهره بدي الاخراج للدراسات عليا. تمام. الدبلوم المهنيه. ما شاء الله يا دكتور. وفي الاهرام الكنديه من اول طوبه حمراء كده كانت بتحط انا معاهم. بسم الله ما شاء الله يا دكتور. وعملوا حاجه اول ما رحنا يعني كانت لطيفه جدا. ان كان في دكاتره من كندا وامريكا وانجلترا بيجوا يدرسوا للاستاف المواد اللي هندرسها وطريقه التدريس بتاعتها. تمام. فانا استفدت جدا 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 من الـ من الـ من طريقه التدريس. انا ما جالي مش كده، ما جالي اخراج. انا مخرج في التلفزيون والحمد لله ناجح. يعني استغفر الله العظيم يا رب. بس بحب ده. هو في يا دكتور بالنسبه يعني في شباب كتيره بتبعت لي رسائل على الواتس وعلى الفيس في احباط كتير جدا ليه، يعني موجودين في احباط، فبالنسبه ليهم احنا بالنسبه لنا ايه الحاجه اللي احنا يعني نمد ايدينا ليهم ونكلمهم فيها؟ احباط في ناحيه ايه؟ يعني احباط بالنسبه خوف للمستقبل يا دكتور. طب هو اختار مستقبله ولا حد اختاره له؟ لازم تفكروا. هو تايه يا دكتور مش عارف. ما فيش توهان. على فكره انا عندي اولاد في الجامعه. ابني في الجامعه الكبير. وابني الصغير داخل الجامعه السنه الجايه. بسم الله ما شاء الله. فبقعد معاهم. يعني ابني دخل حاولت اقنعه. مش هقول لك لا. يخش اعلام. لا هو عايز كمبيوتر ساينس. التاني من هو قد كده بيعمل افلام وعاجبه فكره الاخراج فسايبه بديله معلوماته وباخده معايا في حته التصوير ويتدرب. هو عرفني على حاجات انا ما اعرفهاش في المونتاج في حاجات جديده بتاعت الشباب. هم انت عايز ايه؟ تمام. يعني ما تجبرش. اولا هقول لحضرتك على حاجه، ما تجبرش ابنك على حاجه وما تجبرش اللي حواليك على حاجه. سيب مساحه حريه وهو هيبدع، وده لازم تتبعه حتى في مجال شغلك. سيب مساحه حريه للي معاك وشوف هم بيعملوا ايه. لو غلط صلح. بس مش هقول ايه لازم تعمل كده، مش حاجه اسمها لازم تعمل كده. احنا مش اسطمبه. يعني مش اله. في بني ادمين قدامك بيتحركوا، بني ادمين دول عندهم حاجات تانية غير اللي عندك، فسيبهم مساحه شويه، المساحه دي هترجع لك بشكل احلى. تمام، يعني يا دكتور الواحد بالنسبه له تاني يا دكتور؟ خالد بيه حبيبي. هو عشان حكم السن يا دكتور لازم انا ايه في لا خالد من غير حبيبي. من غير سن حبيبي يا باشا، ربنا يحافظ عليك يا رب. بالنسبه للشاب بالنسبه له يكتشف نفسه في اي فتره يعني خالد بيه؟ من هو صغير في حاجات كتير قوي بتبقى باينه ايه الشغف اللي هو بيحب يشوفه في في التلفزيون مثلا. ايه الشغف اللي هو بيحب يبقى سامع عنه؟ مثلا في ناس بيحبوا يسمعوا عن المزيكا او يشوفوا المزيكا بتتعزف ازاي. شجع ابنك على ده. هو مش هيطلع حاجه وحشه، بالعكس. يعني احكي لك حكايه طالبه كانت عندي في الجامعه لطيفه جدا. البنت قاعده في المحاضره بتعمل مش منتبهه. انا مش بعمل محاضره بمعنى محاضره اللي هو اقعد لا انا بقول لهم اللي هيقعد ساكت هيطلع بره. انا عايزكم تتحركوا تتكلموا. مش عايز حد يبقى قاعد ساكت. فقاعده مش منتبهه للحدوته ايه. وعماله ترسم حاجه. فقلت لها ممكن اشوف بترسمي ايه. فابتدت تقلق جدا. طب بعد المحاضره خلاص اقعدي بس بعد المحاضره وريني ايه بتعملي. فجت بعد المحاضره فبقول لها وريني. بفتح ايه الجمال اللي انت رسماه ده؟ تصميم ازياء فستان فرح وهي قاعده كده قدامي. فقلت لها انت ايه اللي جايبك عندنا هنا؟ انت يعني تواجدك مش هنا، انت المفروض تبقي يا فنون جميله يا اما فنون تطبيقيه حاجه متخصصه في اللي انت بتعمليه ده. فابتدت
ترانشن كده قالت لي لا بابا وماما رافضين. قلت لها رافضين؟ رافضين ليه؟ لا مش حابين ياخد اخش مجال تصميم الازياء، خايفين عليا. قلت لها طب تسمحي لي انا اكلم مامتك مش باباكي؟ بابا مامتك هتقنع باباكي، لان اللي انت عاملاه اللي انا شايفه ده يا حبيبتي خساره ما يبقاش اسمك متعلق على مجلات موضه في العالم كله باللي انا شايفه ده. بالفعل كلمت الام قلت لها كانت عندي تجربه بتاعتي انا، ان الاب ابويا رفض ان انا اخش معاه السينما ودخلت من وراه ونجحت ان انا ادخل. كنت طلعت التالت على 700 واحد اتقدموا، بس للاسف الله يرحمه توفى وانا رجع ابلغه ان انا نجحت كان توفى. فكملت معهد سينما واداب كليه اداب الاثنين مع بعض عشان خاطر. فقلت لها ما تعمليش بنتك كده، ما تخليهاش تبقى بتعمل حاجه مش بتحبها وهتفشلها بالعمر كله. فقالت لي طب انا هحاول اقنع الاب وكده. بنت بعد فتره كده اختفت، ما بقاش مش موجوده في الجامعه. تقريبا سنتين ثلاثه كده في تليفون جالي دكتور خالد ممكن اعرف افكرك بنفسي انا فلانه الفلانيه اللي كنت كده. قلت لها اهلا. قالت لي انا بعزمك على الماجستير بتاعي في تصميم الازياء في فنون تطبيقيه والرساله تتناقش بعد بكره، ممكن تيجي؟ قلت لها ممكن اجي؟ ده انا اول واحد رحت. البنت واحده ثانيه الابتسامه بتاع بقت بتدرس في حاجه هي بتحبها. ده اللي ده اكتشاف صغير. انت بقى في مجالك في مجال اي حد في ولادك كل واحد يا جماعه استاذ في الجامعه، استاذ في مدرسه، مدرسه. طبعا الاعداد بتبقى كبيره مش هقول لهم مش مشكله، بس انت من نفسك بتلاقي في حد شغوف بحاجه. في شغف، في حب الحاجه، شجعه. في عندي مثلا في المجال الاعلامي في بلاقيهم بيحبوا قوي 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 يبقوا مراسلين، بدرب على ده، بخليهم يتدربوا على ده واوديهم عند ناس اصحابي يشوفوا المجال بتاعه عامل ازاي. حد بيحب مثلا الصوت يبقى مهندس صوت، بوديه عند واحد خريج معهد سينما زميل زميل ربنا يكرمه يا رب عنده شركه بتاع استوديو صوت يدربوا على ده. انت بيجوا لو انا بحب حاجه انا هنجح. تمام. ما بحبش عمري. وهل سوق العمل يا دكتور بيستوعب كل هقول لحضرتك؟ حلو جدا سؤالك ده، يجنن رائع. سوق العمل انت اللي بتخلقه. هفهمها لك ازاي بسيطه جدا. دلوقتي في 20 واحد متقدمين لوظيفه، هياخدوا ايه؟ انهي واحد فيهم؟ هياخدوا واحد من 20 اللي متدرب كويس. ايوه بالظبط. بس فانت شوف سوق العمل عايز ايه، ودي احنا بنعملها في في في, في الجوده عندنا في جامعه القاهره وجامعه الاهرام الكنديه. بنشوف سوق العمل الاعلامي محتاج ايه وبنبتدي ندرب على اساسه. احنا بنتصل بكل رؤساء القنوات، انت محتاج ايه؟ هم اصدقاء. يا جماعه في عندي طلبه عايزين لا بلاش تدربوا في مجال مثلا المذيعين، احنا عندنا مذيعين كفايه. ممكن تدربوهم في مجال مراسلين اخباريين؟ حاضر. يبقى الكورس كله مراسلين اخباريين، عايزين عايزين فلور مانجر. يبقى الكورس كله متاخد على اساس هيروح يشتغل ده. فانت في المجال بتاعنا، ما اعرفش المجالات التانيه بتبقى عامله ازاي، بس في مجالات تانيه انت ممكن تفتحها لنفسك. تمام. افتح مجال، شوف انت احنا مثلا 20 واحد، ال 20 دول في اثنين شاطرين قوي 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 في الكمبيوتر ساينس. اوكي. الباقيين شاطرين نص نص فيه، انا هاخد الاثنين دول. تمام. وناس كتيره برضه دكتور بتقول اصعب حاجه المجال الاعلامي. لا مفيش صعوبه في مجال الاعلامي خالص. موبايل بتاع حضرتك هو مجال اعلامي. اعمل عليه. تمام. وفي طلبه كتير جدا جدا عندهم قنوات بتاعتهم على اليوتيوب رائعه وبياخدوا بيها جوائز بره مصر وجوه مصر. وفي مهرجانات كتير قوي احنا بنحكم فيها للافلام الموبايل. ما فيش على فكره مجال الاعلام مش اللي هم 164 قناه اللي موجودين. 10000 مليون 45000 6000 قناه على اليوتيوب، ادخلهم اعمل انت القناه بتاعتك، محدش هيقول لك لا. وهيجي لك على فكره لو انت نجحت في ده هيجي لك تفاعلات، التفاعلات دي هتجيب لك فلوس. تمام. المخرج الكبير بقى خالد الاتربي، احنا عايزين نعرف كده اللي هو اللي بيميز الشخص المتفوق. ما انه عمره ما يتفوق، هيفضل طول الوقت بيتدرب. لو عرفت خلاص انا الحمد لله كده كفايه، مش هينفع. المثل بتاعنا بيقول لك يموت المعلم هو بيتعلم. هو ده الصح. يفضل يتعلم على طول، يوم ما هتقعد
وتقول حط رجل على رجل تقول انا خلاص وصلت اللي انا عايزه تبقى حضرتك كده فشلت. مفيش تفوق. تفوق انك تفضل طول الوقت بتشتغل وبتدرس بتشتغل وبتدرس بتشتغل وبتدرس. لازم تاخد على طول كورسات فت في الجديد. ايه الجديد اللي في مجالك؟ مش الاعلام بس، اي مجال في حاجات جديده بتحصل، في اجهزه جديده بتحصل، يعني اكيد في اجهزه مثلا طبيه بتنزل جديده. هل الدكتور اللي هو بيتعلم ماسك مشرط وما اعرفش ايه ده مش هيعرف هيفضل قاعد ماسك المشرط ولا يبتدي يشتغل على اللي هو المناظير؟ المناظير يشتغل عليها بالظبط كده. ايه ده او الكمبيوترايز بالظبط. طب اشتغل على ده شوف ايه الاحدث واشتغل. طب دكتور خالد بالنسبه للي هو حجم الاعمال بالنسبه لي، هل هي او حجم الاموال هل هي بتبقى مرتبطه بالنجاح ولا مش مالهاش بمعنى مرتبطة؟ بمعنى يعني مثلا هل النجاح يبقى لازم الراجل يبقى راس مالي عشان ينجح ولا مش مرتبطه بالامر ده؟ هو حر راس مالي وعايز ينجح وحر بس الموضوع مش بس لو خدت شغلك على انه فلوس مش هتنجح. خد الشغل على انك بتحبه هيجيب لك فلوس. يعني اي حد بينجح مش مرتبط براس مال؟ لا مش مال. اي حد بيعرف يتميز في اي جزئيه هو ايوه انت حر. لا تميزت انت انك معلش في الكلمه انك بتعمل المج ده تمام اوكي تميز هتجيب لك فلوس بعد كده انك انت عارف تعمل حاجه شكل جديد تمام. عشان هي في ناس كتيره دكتور بتبقى باصه اللي هو رجل الاعمال ده بيبقى راس مالي وبيبقى بالنسبه له هو ده اللي بينجح الشخصيات هو شخص مبدع في مجاله فجاله فلوس بالظبط بس يعني مش هو ده الهدف الاساسي راس مال. اوكي هو الفلوس ليها ساعات بتبقى هدف اوكي ساعات بتبقى هدف ان هو يكون فلوس عشان يعمل حاجات احسن بالظبط. مش هقول لك عيب اوكي اعمل فلوس عشان تبدع فيما فوق ما هو احسن ده حلو جدا. انما هو ليه هو انت متخيل يعني الشكل اللي هو بتاع الرجل الاعمال اللي هو الحرامي اللي ما اعرفش ايه السيجار؟ لا في رجال اعمال انت لو قعدت معاهم واكيد حضرتك قابلت كتير تمام متواضعين جدا في الكلام ما تحسش حاجه بعدين بعد كده تعرف ان مين ده تمام. هي في مقوله برضو غريبه يا دكتور خالد بالنسبه لي يقول لك يعني في الحياه اللي هو النجاح والتفوق هل هو مش مرتبط بالتفوق الدراسي، هل ده صحيح؟ لا هنقف كده وهنزعل من بعض. تمام. اقول لك ليه. انت ممكن تبقى مبدع في حاجات وفي هتدرس وحط تحتها مليون خط تمام مش تفوق دراسي اخد بكالوريوس وليسانس ودكتوراه ماجستير. لا هتدرس اللي انت بتعمله. لما درستش اللي انت بتعمله وعملته عشوائي ام سوري ما فيهاش اساس خلاص خلصت بالظبط. في وقت معين يبقى في انهيار للشيء ده. اول محاضره اعرف القواعد وبعد كده كسرها قبل ما تعرفها. ما هتكسرها هتكسرها ازاي؟ لازم تبقى عارف انا القاعده بتاعت قواعد الاخراج قواعد المونتاج قواعد التصوير القواعد دي اعرفهم صح تمام. وبعد كده بابداعك انت كسرهم بس ابقى عارف انت بتكسر ازاي تمام. طب يعني بالنسبة يا دكتور خالد بالنسبة يعني عايز برضو حضرتك انت كمل هو انا ماسك السماعات حبيبي اسف خالد على فكرة والله حبيب قلبي المخرج الكبير بتاعنا خالد. يعني بالنسبة لي ايه الخطوات اللي احنا بالنسبة لنا ممكن يعني نحطها في برنامج مع الامين كده لشبابنا؟ ايه الخطوات اللي يقوم بيها؟ بمعنى ايه مش فاهم؟ يعني ايه الخطوات؟ خطوات لأي شاب لأي شاب بيتفرج علينا دلوقتي بيتابعنا على البرنامج بتاعنا وعايز يبدأ في حياته ايه الخطوات اللي يقوم بيها؟ هقول لك على حضرتك على حاجة. حب نفسك الأول تمام. أول ما تحب نفسك كشاب وتشوف انت بتحبها ازاي او بتحب فيها ايه هتلاقي الحاجات الايجابيه اللي جواك طلعها. على فكره انا مش بتاع اللي هو التنميه البشريه والكلام ده ده حاجه انا بحبها يعني حاجه من تعاملي مع الشباب. هو لما بيحب نفسه بيحب مش بيتغر يعني بيحب نفسه بيحب الحاجات اللي جوا نفسه صح بيبتدي ينميها ويطلعها فوق. هو ده اللي انا عايزه منه. طلع ده بقى وانا استغلك انا هستغل ده كمدير بتاعك او كدكتور بتاعك في الجامعه او والدك هياخد الحاجات الحلوه وابتدي اشتغل عليها تمام. بعد كده بعد ما هشتغل على ده هسيبك انت تشتغل لوحدك. لازم انت من نفسك تشتغل على نفسك تمام. هو بالنسبه برضه يا دكتور هو النجاح بالنسبه له الاصعب اللي هو الواحد بالنسبه له يحافظ على النجاح. احنا دي يعني اصعب حاجه. الرساله اللي احنا عايزين نقدمها برضه للشباب دي اصعب حاجه. ليه بقى؟ لانك برضو لسه كنا بنقول من شويه لو انت نجحت ووصلت لحاجه وبعدين قلت خلاص يكفي هذا القدر من فلنكتفي بهذا القدر لا مفيش نكتفي بهذا القدر. لو انت اتغريت هتقع بالظبط. لا ما تغرش على طول. انت في حاجه ناقصاك اللي هي الجزء الناقص انت مش لاقيه. طول ما في عندك الاحساس بان في جزء ناقص انت مش لاقيه
انت هتفضل متفوق وناجح. تمام. يعني يا دكتور خالد بالنسبه للواحد يبقى في استمرار في عمل واجتهاد اللي هو بالنسبه له يعني هو ده العمل الناجح فعلا، الشاب الناجح اللي هو عايز يوصل لشيء ويتعب وعايز يتعب هو فعلا. لا لازم يتعب. هو لازم. مفيش حاجه، مفيش نجاح بيجي كده وانت قاعد بتزز لب. طب انا عايز برضه دكتور خالد بالكم اللي موجود معانا يعني المخرج بتاعنا الكبير بقى، عايزين كده الصعوبات اللي هي مرت بالدكتور خالد كده. صعوبات؟ في الطريق بتاع حضرتك. هقول لك على حاجه غريبه جدا. انا ما بشوفش صعوبات. ما شفتهاش يعني. اكيد في، بس انا اللي هو طب لو فضلت باصص لها او مستنيه ما لا 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 مش أيوه. يعني كان دايما بيقولوا عليا ايه، انا ايس بوكس. أيوه. اللي هو لوح التلج. أيوه. ليه بقى؟ ان في مصيبه وما اعرفش ايه. لا لو توقفت وقعدت افكر في المصيبه. أيوه. لا انا بفكر في حل مش المصيبه نفسها. تمام. فصعوبات انا طبعا اكيد. يعني ممكن يبقى بس لو قلت لي دلوقتي افتكرها عمري ما افتكرها. تمام. لان يعني بعملها كده. أيوه. خدها كور والعب اكمل. كلام شيق يا دكتور خالد وكلام جميل. انا عايز برضو كلمه اخيره كده نختم بيه الحلقه بتاعتنا مع الامين من حضرتك. عايز ايه؟ كلمه ايه؟ يعني كلمه لمين؟ كلمه توجهها للمشاهدين. طب هقول لك على حاجه، هي مش كلمه. حبوا بلدكم وحبوا نفسكم، حبوا شغلكم، مصر تبقى حلوه قوي. بس تمام. بشكر حضرتك المخرج الكبير خالد الاتربي والكبير يعني حضرتك المخرج الكبير في الفضائيات المصريه، ونورت برنامج مع الامين، واحنا النهارده سعداء جدا. كلام شيق وكلام يعني كنا سعداء بصراحه في اللقاء مع حضرتك. انا اللي كنت سعيد ان انا كنت معاكم حبيبي. ميرسي جدا حبيبي. الله حبيبي. حبيبي حبيبي حبيبي. اعزائي المشاهدين بكده انتهت حلقتنا، واستنونا الجمعه الجايه وفي نفس الميعاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.